السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم ايفريثين ويد امال. اليوم غنقدم معكم كيكه بالمندرين اللي هي سهله و يعني مكوناتها سهلين. وهذا الفيديو هذا غنكون دايره فيه الترجمه باللغه العربيه، وغنخليكم المقادير في صندوق الوصف. نتمنى يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش لايك الفيديو، واذا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا جربتيو الكيكة ما تنساوش قولوها لي في التعليقات. غنحتاج 3 د البيضات، معلقة كبيرة د الخل، درت فيها واحد شوية ديال القشور الحامض، 7.5 غرام ديال الفاني، قشور مندرين، وكاس د العنبة ديال الماء، ونفس الكاس كنعبر به كاس ديال السنيدة، وكاس الزيت، وكاس عصير المندرين. قياس 150 ملل هاد الكاس هدا فيه. وغنحتاج 3 د الكيسان ديال الدقيق، وجوج خمارات من وزن 8 غرام. كناخد البيض ديالي كنديرو في البول اللي غنخدم فيه، هاد البيضة هادي معكسة ما بغاتش تحيد. دابا غنزيد ديك معلقه د الخل مع شويه ديال قشور المندرين ديال الحامض عفوا، ولا بغيتيو ما ديروهمش ما ديروهمش، وقشور المندرين والفاني. ديك قشور الحامض بامكانكم تزيدوهم بامكانكم تستغناو عليهم. وغنزيد داك كاس سنيده، هنخلط هادشي هذا مزيان، نطربهم حتى ما تبقاش سنيده يعني باينه. ها هما من بعد ما طربتهم مزيان هنزيد لهم كاس ديال الزيت، كاس الماء، وكاس ديال عصير المندرين. كنخلط هادشي هذا مزيان، وغنزيد ليه داك الدقيق والخمارات. بالنسبه للدقيق راني زايده فيه واحد القبيصه ديال النحاس ما قلتها لكمش في الاول. الدقيق ديالي كنزيدو تدريجيا شويه بشويه، خصني نخلطهم مزيان باش ما يبقاش داك الدقيق مكور ولا شي، باش تجيني الكيكه ديالي منفوخه ومزيانه. هنا نكمل الدقيق ديالي كله، هيا من بعد ما خلطتها كي كتجي كناخد المول ديالي كندهنو بالزبدة ونرشو بشوية بالدقيق مزيان
وغندير فيه الكيكه. كنهز يدي الفوق باش يبقى ديك الهواء ديالها فيها وتجيني منفوخه. غندخلها الفران سخون من قبل، لا كنكون شاعله الفوق والتحت. ملي كندخلها كنطفي الفوق، كنخلي غير التحت على نار متوسطه حتى كطيب مده ديال نص ساعه حتى 45 دقيقه، يعني من 30 دقيقه حتى 45 دقيقه، ومن بعد نتلاقى معكم. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما وجدات. هنا دهنتها بالكوفيتير وزينتها بالكوك، صراحه كتجي رائعه في المذاق، ومكوناتها بساطين وكتمشي دغيا. نتمنى تعجبكم، الى عجبتكم ما تنساوش لايك الفيديو، واذا جربتيوها ما تنساوش تقولوها ليا في لي كومونتير، واذا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد.